في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء مستمعين الكرام، اعلنت انطلاقة الشوط الاول، الشوط الرئيسي لسن القعدان. تابعنا الشوط الاول ابكار مشاهدين الاعزاء، وتابعنا مياسه تهادي والناموس للسيد حمد بن سالم بن دري الفلاحي بفوز مياسه الذي شاركت بالشوط الاول الرئيسي وسجلت اسمها بحروف من ذهب واستفتحت هذا المهرجان. هذا الشوط هو شوط رئيسي لا يقل اهميه عن الشوط الماضي. شوط مشاهدين الاعزاء، نعود مباشره الى المركز الاول، شوط الخنجر والشوط التهاني والشوط الناموس. شاهين في المركز الاول السيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، استفتح اذاعه الشوط نقله الى المركز الثاني. متواجد هنا سراب للسيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وصل وانتزع المركز الثاني، نقل الى المركز الثالث. متواجد هنا في المركز الثالث شاهين السيد حمد بن مطر بن عميره الشامسي، انتزع المركز الثالث. نقلتنا الى المركز الرابع، متواجد هنا في المركز الرابع قدوم قوي مشاهدينا الاعزاء من قبل الحذر، وصل في هذه اللحظات للسيد مروان بن فرج بن علي بن حمود الظاهري، انتزع المركز الرابع. نقلتنا الى المركز الخامس، خامس المراكز هنا متواجد في المركز الخامس يوسلوب حد يشوف الرقم على المركز الخامس مشاهدين الاعزاء، وصل بقوه اللي واصل الرسمي للسيد سعيد بن سالم بن يريو المنصوري. هنا القدوم مشاهدينا الاعزاء وشعارات عديده خلف الكادر الاعلامي. نعود الى مقدمه الشوط، يا سلام الله 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 يا دكتور الاصايل اللي متواجد في هذا الشوط، متواجد مع شهيد في المركز الاول السيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، مسيطر على المركز الاول، باحث عن الخنجر وباحث عن النابوس وباحث عن التهاني، وصل بالزيتون يا بن زيتون، متع العيون يا بن زيتون اللي قادم بقوه في هذه اللحظات مع سراب، انتزع المركز الثاني سعيد بن محمد بن زيتون المهيري يوسلوب السيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وصل بن عمير الشامسي يوسلوب اللي قادم بقوه. شاهين مشاهدي الكرام سيد حمد بن مطر بن عميره الشامسي له دور في قلب المنافسه. ننتقل الى المركز الرابع، هنا متواجد على المركز الرابع انضم الينا في هذه اللحظات، وصل مغامر للسيد نايف بن الصغير الوهيبي، وصل بقوه وانتزع المركز الرابع. ننتقل الى المركز الخامس، هنا في المركز الخامس مشاهدينا الكرام هناك اللي وصل مشاهدينا الاعزاء بقوه يسلم. شوف اللي وصل هنا، اللي واصل اللي هو الحذر للسيد مروان بن فرج بن علي بن حموده الظاهري. وين الدخول؟ هنا الدخول من قبل اللي وصل بقوه في هذه اللحظات، اللي قادم أولع للسيد سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي. نكتفي بالمراكز الاربع الاولى، ندانا الثاني. نعود الى مقدمه الشوط، حصل تغيير على المركز الاول، حصل تغيير من قبل سراب سيطر بمقدمه الشوط للسيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، انتزع المركز الاول، سيطر على مقدمه الشوط. تراجع في المركز الثاني، متواجد شهيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي، خذ المركز الثاني وثالث المراكز. عندك يا بن عميره يا الشامسي اللي قادم شهيد مشاهدي الاعزاء، رابع المراكز، متواجد في المركز الرابع مغامر اللي وصل، ولكن مولع في اللحظات الاخيره، مولع قادم. روح يا بن رشيد سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي. نقلتنا الى المركز الخامس، في خامس المراكز مغامر لسيد نايف بن الصغير الوهيبي. نعود الى مقدمه الشوط، وصلنا في هذه اللحظات لائحه الكيلو، الكيلو المتر الاخير، كيلو التحدي وكيلو الخنجر وكيلو الناموس وكيلو التهاني بقياده سراب في المركز الاول، سراب للسيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، لا زال في مقدمه الشوط ومسيطر
مسيطر مشاهدين العزاء. دخلت في جولة الأوامر الكيلو المتر الأخير، جولة التهاني وجولة الناموس، والجماعة قادمين، بالرشيد الكتبي قادم، بالرشيد السويدي قادم، أيضا بن حميرة الشامسي قادم، وانضم إلينا في هذه اللحظات شهيد السيد منصور بن سعيد بن منانة السويدي، وصل في هذه اللحظات ولكن للطلوق بارت الخنجر يا سلوب يا سلوب يا بن رشيد يا السويدي، حرك في هذه اللحظات، حرك مولع، انتزع المركز الأول، سيطر مولع ولع مولع ولع مولع يا بن رشيد يا سلوب يا هالي جميرة، أقرب للفوز أقرب للناموس، حرك بن رشيد الكتبي يا سلوب يا سلوب يا سلوب، شاهين محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي يا سلام، اللحظات الأخيرة لحظات الناموس يا سلام، الله 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 يا سلام يا دكتور الأصايل دكتور الأصايل، وهالي العوير هالي العوير، سيطروا على الناموس، سيطروا على الخنجر، سيطروا على السيارة، وسيطروا على التهاني والناموس، تهانينا والناموس للسيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي بمناسبة فوز شاهين وحصوله على الخنجر. ثاني المراكز سراب للسيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، ثالث المراكز مشاهدينا الاعزاء السيد سعيد بن سلطان رشيد السويدي، رابع المراكز مشاهدي الاعزاء السيد مطر بن حمد بن حميره الشامسي، وخامس المراكز السيد منصور بن سعيد بن منانه السويدي. عدينا الخمس المراكز الاولى، نعود الان بالتهنئه والناموس الى السيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي. دكتور الأصايل سيطر على الشوط الأول، وسيطر على الخنجر الذهبية، وسيطر على السيارة، وسيطر على التهاني والناموس، كينقل السلامات إلى أهالي منطقة العوير، محمل على ظهر شاهين لحظات. ونعطيكم التوقيت الزمني، توقيت شاهين اللي شارك بالشوط الأول واحتل المركز الأول. مشاهدين العزاء تابعنا هذا الشوط، وسجل مشاهدين العزاء 6 دقائق و8 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تحطم التوقيت تحت أقدام شاهين، كل التهاني والناموس إلى السيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي بفوز شاهين وانتزاع المركز الأول. ثاني المراكز أصبح في سراب، تهاني وناموس السيد عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، والمركز الثالث المركز الثالث مولع مولع